السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في تمام كده. ده الفيديو التاني بقى بعد ما خلصنا الجزء في ايه الفوقاني خالص بشرح ايه في طوعة ده، يعني ايه على الهادي خالص، ووضحت لك كل نقطة. تعالي بقى، عايز اكمل بقية الورانة. عندي منطقة البطن، عندي منطقة الأرداف، عندي الديل من تحت. تمام تمام طيب، منطقة البطن مش انا عندي الصدر اهو اللي انا واخده، الصدر اهو كده، الصدر اهو. تمام تمام. طب انا عايز انزل اخد محيط البطن، طب اهو المسافه دي، انا مش هخترع حاجه، ربنا خلينا على المسافه دي كده، هروح واخد عندها من اقول عندها محيط البطن على طول. المسافه دي بكام؟ 18 ل 22 سم حسب الطول نفسه. حسب الطول نفسه. يعني انا باخدها الجزء ده، مش باخدها من اول فوق. ايه دي؟ ما منطقة البطن. لا، ما انت واخداها دلوقتي، انت خلصت الجزء الفوقاني اللي هو بالصدر. تمام. انت واخده دلوقتي محيط الايه؟ البطن. البطن. فالبطن عندك هيبدا منين؟ من نهاية الصدر اللي انت خلصتيه هنا لغاية منطقة البطن. فالمسافة دي قد ايه؟ المسافة دي هتعمل معاكي قد ايه؟ اهي. هتعمل معاك كام؟ هتعمل معاكي في حدود من 18 ل 22 سم. بناء على ايه؟ حسب الطول. يبقى هروح نازل من هنا هوت مثلا 19 سنتي، واروح عامل ايه؟ عامل خط تاني بالمثلث عشان اخد عليه ايه؟ محيط البطن اهو. يبقى انا هقسم الجاكيت، يبقى عندك كم خط اساسي؟ 5 خطوط. خط النهايه، خط الكتف، ادي كده 2، خط الصدر، خط البطن، خط الارداف. تمام. لازم المقاس يبقى ماشي معايا بالسيكونس ده كده بالظبط. انا دلوقتي عندي كام البطن؟ انا اخدها 116 زائد كام؟ زائد 3 بتوع ايه؟ ثانية واحد، سماحه الخياطه. لا، اللي هي الزياده القصه دي. اول حاجه دي الثلاثه، القصه ثلاثة. تمام. وهاخد بس ثلاثة انا دلوقتي دمين. عايز اجيب ايه؟ ربع محيط البطن. هاخده كام؟ هاخد 116 زائد 12 على 4. لسه القصه دي كده. لو انت هتاخده بالقصه دي هتاخد ايه؟ هتاخد 116 زائد 12 على 4، وحط لي دول في قوس، وزائد الثلاثة بتاعت القصه دي. تمام تمام. فانت هتاخد دلوقتي 116 زائد 12 يبقى 128، لو قسمتها على 4 يبقى يديك كام؟ انت واخد كام؟ 116 زائد 12 يبقى 128 على 4 تديك كام؟ 32 زائد الثلاثة بتاعت القصة تديك 35 اللي هي هتاخدها هنا. تمام كده. واجي على طول بالريجة بتاعتي، الريجة ده هي ماشي في السوق، مجموعة مساطر صفرة كده ماشي شغالة، هي فيها حاجات مش مظبوطة بس شغالة، فيها الريجة اللي زي كده، أو بروح موصل النقطتين دول بقى. الخط ده اللي المكنة هتمشي عليه. الخط ده إيه؟ اللي المكنة هتمشي عليه. طب أنا عايز أسيب لها زيادة عشان إيه؟ لو تخنت، لو هي الجاكيت طلع عليها ضيق أو ده، أروح على طول سايب قيمة المسطرة. أهو. تمام؟ أهو. ده الزيادة. ده الزيادة. لكن المكنه هتمشي فين؟ هتمشي تمام ماشي كده. انا خلصت منطقه ايه؟ البطن. تمام. يبقى احنا ماشيين كده بالتتابع من فوق. هاجي انا هنا اهوت عند منطقه البطن. تمام. ادي منطقه البطن معايا اهي ماشي. انزل كده، عايز اخد مقاس ايه؟ الارداف. طب مش الارداف اهي في النص اهي؟ زي ما قلت لك انا مش هخترع حاجه. ادي منطقه البطن، هاجي اروح جاي ماسك المزوره اهي لغاية ايه؟ منتصف الأردافين. عملت معايا كام؟ عملت معايا 24. المسافة بقى من البطن للأرداف هنا بتنزل من 22 لغاية 28. بناء على ايه؟ بناء على الطول. فانا هاخدها هنا هو كام؟ 24 اهي. واروح عامل الخط ده برضو بالمثلث. القلم دوت او المركز زي كده بيبقى فيها الفتله ديت، بشدها وببدا ايه؟ ابري
الماركة معايا اهي. ماشي كده اهو. تمام. بقى عندي دلوقتي كم خط؟ ادي واحد اثنين ثلاثة، وخط التانية وخط الكتف، قال لي خمس ايه خطوط كده لسه باينه معاكي. اه اهو. يبقى لغايه هنا بقى ايه؟ اروح واخد بقى مقاس الارض كام؟ 150. طب هنزود عليه ايه؟ 12. ممكن لا بقى منطقه الارداف بقى الوحيده اللي مش هزود عليها، كبيري ان انا ازود عليها اربعه بس. مش الخط هيبقى نازل للاخر؟ انه خط الثلاث خطوط اللي احنا عاملينهم ورا. لا الخط ماشي ده دوت هزوده لوحده. ماشي الأصلي. يعني خلينا لكن زياده تلبيس على منطقه الارداف لا ما بزودش. كبير ان انا ازود عليها 4 سم بس، يعني ال 150 تبقى كام؟ 154 على 4 على ال 4 تديك كام؟ تديك 38 سم. 38 والقصه اللي هنا 3 سم. لفت معاكي ولا ماشيه كده المقاسات الزيادات؟ لفت شويه في الاخر. بص لا صدر احفظيها كده، صدر بطن بزود ال 12 بتاعتي. تمام. ارداف لا ما بزودش، كبير ان انا ازود اربعه. وممكن ما ازودش ممكن ما ازودش حسب ما هي عايزه، عايزاها واسعه هنا عايزاها ضيقه هنا كده، لكن منطقه الارداف ما بزودش عليها. تمام. فهاخد ال 150 كبير هاخدها 154. ماشي خليها 154. تمام. يبقى انا معايا دلوقتي 8 وكام؟ و30. طب والقصه اللي ماشيه من فوق 3 سم يبقى كام؟ يبقى معايا 41 سم. اهو. تمام؟ واجي بالريجه، الريجه بصي، الريجه ليها بطن ولها ظهر. الظهر دوت اللي هو بيديني ايه؟ انحناء الارداف اهي. والبطن ده اللي هو بيديني اسفل منطقه الباط لغايه البطن. ماشي؟ اجي ماشي كده واجي اروح هنا اروح قالب دي. اهي. هنزل الجاكيت ستريت. خلاص. زي ما انت بتقولي عايزه تنزلي ستريت اه. واجي هنا اهوت بقى بصي ان مش انا دلوقتي الخط دوت لو مديته على استقامته اللي هو بتاع منطق اللي هو اللي انا موصله من تحت البطن للبطن. لو مديته على استقامته ومديت ده على استقامته هيتقطعوا في النقطه دي. لو انا مشيت بالمكنه هنا واروح واقف واروح عامل كده يبقى انا عملت ايه؟ زي ايه؟ زي ما بنسميها احنا بالمصري ايه؟ زقر هنا في الحته دي. طب هو في جسم ربنا خلقه كده اصلا مقصور في النقطه دي كده؟ ولا واخد انسيابي؟ يبقى انا دلوقتي دول لما اديتهم اتقطعوا في النقطه دي اجي اروح عامل مماس للكلام ده حتى لو بايديا فري هاند كده. اهو. لكن ما اوعى ان المكنه اروح واقف هنا واروح ايه؟ خارج. لا لازم يكون مماس في النقطه دي لان الجسم اللي ربنا خلقه خلقه بنفس الشكل كده. مش خلقه راح في كسره هنا لا اهي فهمتيني النقطه دي؟ اه فهمت لغايه كده. تمام. تمام. الزياده اللي انا سايبها هنا هي هي اللي هسيبها تحت كده. تمام. تمام كده اهو خلاص معايا الظهر كامل والقصه معايا وكل حاجه اهي. تمام. ماشي. هنا هو بقى الديل من تحت ما باخدوش ايه ستريت كده يعني مش واخده ايه مش انا واخد هنا زاويه قايمه وزاويه قايمه. لا انا مش واخده بقى ايه زي ما انا هرسمه مثلا كده. لا انا باجي بالريجه من تحت واروح واخد ايه واخده بكيرف كده. ليه؟ عشان ما يجي اي حاجه نازله كده لازم يبقى من نازله طويله كده ما بتجيش من تحت مستقيم. اصل هي مش ايه مش جلابيه رجالي بنقول ايه كيس مخده او حاجه. لا ده هي بتبقى فيها وسع بسيط من تحت. فطالما في وسع من تحت يبقى لازم في كيرف يحكم ايه من تحت كده بالريجه. تمام. والثانيه بتاعتي هتبقى فين؟ ال 6 سم هنا كده او ال 4 سم ونص هنا. انا بسيب على زياده الطول كله يعني مثلا انا خدت لك طول جاكيت 60 سم. طب بتسيب زياده الطول قد ايه؟ سم ونص بتاع الكتف و4 سم ونص مثلا من تحت عشان يبقى معايا 6 سم ازوده مع الطول كده. الظهر كده كده كله خلص. اي سؤال فيه؟ لا تمام. تمام ماشي. اجي اروح قاصص الكلام ده
عشان اعمل ايه؟ الظهر. اقص الامامي بقى. تمام. خلي بالك انا ممكن وانا بتكلم معاك ما اعرفش اروح داخل بالمقص هنا. لا خلي بالك لازم اقص. انا بقص فين ابقى مركز وشايف انا بعمل ايه. كده تمام اهو. تمام ماشي. واظبط الطول بتاعي من هنا كده. ده كده ايه الظهر معايا تمام او كده. اروح جاي شايفه القماش بقى. التعامل مع القماش وكيفيه استخدامه. اروح جاي مطبق ده كده. ده الظهر اهو. شوف القماش اروح عامل فيه ايه. هاجي اروح جاي اللي هنا ده اروح جايبه هنا. ادي اول حاجه. تمام. اروح ايه لافف القماش معايا كده. طب ليه الف مش هو؟ لا ليه؟ لان انا بصي منطقه الصدر فوق 120 منطقه الارداف 150 فلازم استفيد بالزياده اللي هنا. استفيد بايه؟ بالزياده. بالزياده اللي هنا اهو. تمام. ما هو هنا قليل فلما اجي اروح جاي حاطط الظهر اهو كده معشق القماش في بعضه. يعني ايه معشق القماش في بعضه؟ شايفه هنا هو هيبقى فيه ايه فرق قد ايه؟ حاجه بسيطه. دي لما تترمي. انا ما فيش حاجه بتترمي الا اللي هي ملهاش لازمه. لكن لما اجي اروح عامل كده زي ما انت بتقولي كده بصي مش اهي زي ما هي اهي ما قلبتش القماش. انا قلبت ده. شايفه بقى الفرق قد ايه اللي هيبقى هيترمي هنا؟ اكبر اكبر. فانا بعمل ايه؟ لا انا استفيد بالعرض ده اروح مدخل القماش مع قلب بعضه اهو. بصي شايفه هنا بقى الفرق اللي هيترمي قد ايه؟ حاجه ملهاش ايه؟ ملهاش ايه؟ واجي اروح مظبط بقى الطول معايا. انا دلوقتي كده ايه؟ خلاص انا ايه؟ اهم حاجه اللي انا شرحتها شرحت الظهر كويس. شرحت ايه؟ الظهر كويس. تمام اهو كده اظبط الاثنين اهو كده. دبسي ده مع ده وما خليش حاجه اسمها قماش هربان. يعني ايه قماش هربان؟ ما يجيش يخش تحت هنا وما ابقاش شايفه. عشان لما اجي اقص ما الاقيش ناحيه قصرت مني وطولت. واحنا هنعمل اللي هي تعملها دي بتبقى منها فيها كل ريفير ده بيبقى منه فيه. بص بقى اهو كده شايفه بقى هنا اهو ده اللي هيترمي. تمام او كده. بص على طول كده خلاص. ما هو ايه انا عامل الاساس عندي ايه؟ الظهر. يعني قدامي مش هتتعب فيه؟ لا مش هتعب فيه الجزء ده كده. تاجي اروح جاي اهو بصي اروح قاصص ده على ده بالظبط على طول كده على طول اهو. ما ارميش الكلام ده لان دي حته كبيره هيبقى لها لازم. تمام. اي حتت كبيره دي هينفع اطلع منها المياه لكن دي لا ملهاش لازمه خالص دي هتترمي. تمام ماشي. الكتف تمام ماشي وظبطت كل حاجه. تعالى بقى للكلام الشغل اللي فيه ايه الكلام ده نفسه. الكول ريفير ماشي. الكول ريفير وقفي كده ثواني. يعني ايه كول ريفير للناس المبتدئه اللي هي متع... ايه ما يبقاش الكلام جاي على ذهنها كده وما تعرفش يعني ايه؟ بص يا سيدي في كول يعني اللياقه دي. كول يعني ايه؟ اللياقه دي شايفه عامله ازاي؟ اهي دي ايه؟ الكوله. طب ايه الريفير؟ الريفير ده اللي هو تحت هنا. تمام ماشي. اللي هو يبدا بعديه الزراير زي ما هو كده. يبقى فهمنا يعني ايه الريفير ده ماشي. الريفير ده اما يكون طويل يعني واصل معايا كده طويل ماشي ماشي او اما ان هو يكون قصير زي او اما ان هو يكون متوسط زي كده او اما ان هو يكون قصير كده. تمام. يعني اما ان الجاكيت يبقى فيه ثلاث زراير ماشي او
زرار او زرارين. نفهم الكلام ده يبقى اما ان الجاكيت كده كل ايه كل صغيره ايه ريفير صغيره ماشي، فيبقى في زرار هنا 2 3، او اما ان هو يكون متوسط زي ده فيبقى في زرارين بس في الايه في الجاكيت، او اما ان هو يكون طويل ويبقى في زرار واحد بس. يبقى اذا الريفير اما يكون طويل اما يكون قصير او متوسط. طب اللي انا ده بوريهولك ده ايه متوسط، واما ان هو يكون كنز في العرض بقى يبقى الريفير ليه طول وليه عرض. اما ان هو يكون كنز زي كده شايفه ديت اهي بقت ايه، او متوسط زي كده ماشي، او كبير زي كده. ايه المتحكم في الكلام ده كله ماشي بأبسط صورة يعني بشرح ما فيهوش تعقيد؟ ليه؟ لأن الكلام ده كله بتخش فيه إيه؟ نواحي هندسية، يعني الزاوية والتقاطع بتاعها، والزاوية هنا بتساوي إيه والزاوية هنا بتساوي إيه. تمام؟ ده فيه تعقيدات أنا شرحه على فكرة موجود على القناة، يعني فيه إيه شرح على السبورة كامل، إمتى الريفير ده يطول وامتى يقصر وامتى يعرض وامتى يتنز، فهو مشروح في القناه. لكن انا بديكي الايه الخلاصه بمعنى اصح ماشي. ايه المتحكم معايا؟ المتحكم معايا زي ما انا بقول لحضرتك الزاويه دي، الزاويه دي متحكمه معايا ماشي، والكتف هنا انحداره برضو متحكم فيها ماشي. رد لو عايز ماشي. فيبقى ايه؟ يبقى الزاويه دي بتاثر على ايه؟ بتاثر على ميل الخط ده، بتاثر على ايه؟ على ميل الخط، على ميل الخط ده. تمام؟ تمام. فهي هندسيا ليها شغل كتير، لكن انا بديك الخلاصة وعايزة تطلع عليها. لا طبعا. شوفي تصميم الريفير موجود عندك على القناة. تمام؟ تمام. فيبقى فهمنا يعني ايه كول، وفهمنا يعني ايه ريفير. أوه. فهمنا يعني ايه الريفير طويل قصير عريض. العرض ده انا متحكم فيه، يعني بتتحكم فيه زاوية؟ لا ما بتتحكمش فيه زاوية في العرض. العرض ده اما ان انا اعمله عريض او اعمله كنس بايديا، لكن الطول بتاعه المتحكمة فيه ايه؟ الزاويه دي. ليه؟ لان الزاويه دي لو هي اصلا لو الخط دوت جالك هنا، لو انا جبت المثلث اهو وجبت الخط، شايف الخط ده اهو؟ اه تمام باين عندك. ايوه. طب لو انا جبت الخط ده هنا هيفرق معايا في طول الريفير. لو انا جبته فوق اهو، طب لو جبته تحت هيفرق معايا في طول الريفير. بص بقى، الخط ده نزل لتحت يعني ايه؟ قل يزود طول الريفير، الطول يزيد لو الخط نزل. الخط طلع لفوق يعني زاد طول الريفير يقل، يعني انحدار الخط ده بيتناسب طردي ولا عكسي؟ عكسي مع طول الريفير. تمام؟ تمام. يبقى انحدار الخط ده نزل لتحت يبقى طول الريفير يزيد. تمام؟ طلع لفوق يقل طول الريفير يقل، يبقى الحضار الخط ده يتناسب عكسي مع طول الريفير. تمام. الكلام ده كده مفهوم؟ اه مفهوم. وفهمنا يعني ايه ريفير وفهمنا يعني ايه كور. تمام. ماشي. واللي ياقى دي اسمها ياقى بركنه. ياقى بايه؟ بركنه. بركنه. ليه ركنه؟ لان ايه؟ في نقطه، اصل اللي ياقى دي ممكن تيجي كده دوران. ما تجيش مربعه زي كده. ما تجيش بالركنه دي كده. بزاويه كده. اه. تمام. دي اسمها ياء ايه؟ بركنة. بركنة. تمام. فهمنا الكلام ده؟ نبدا بقى نطبق الكلام ده هنا. طب انا دلوقتي ماشي، دلوقتي انا هديكي ريفير جاهز على طول تشتغلي عليه، مقاسات جاهزه. اه عايزه ترجعي له بقى، ترجعي للايه؟ للقناه، للقناه تشوفي ايه انا طولته ازاي وقصرته ازاي وعرضته ازاي. تمام. بصي انا باجي انا محضر يعني كده اهو، بص ده
الريفيرا اللي ياه اهي اللي ياه دي ما تركبش على الريفير ده. غيرت اللي ياه ما تنفعش تركب. ما تنفعش ايه تركب. يعني كل ريفير وليه الياء بتاعته. تمام. فادي الريفير اهو بصي اهو ده كده اهو ماشي. شوف انا حطه وحطه بمشبك عايزه اروح عايز ريفير ايه يعني ده ريفير ريفير ايه ولا متوسط ولا طويل ان بتوين ما بين الاثنين. يعني الريفير ده هيبقى كده اهو شايفه الطول بتاعه. اصل لو طويل اهو تمام لكن ده انا واخده متوسط ما بين الاثنين. ادي الريفير معايا بروح تاني كده تمام. وتيجي اللياقه دي اصلا تروح راكبه عليه. شايفه الركنه دي اهي تيجي شايفه الركنه دي او اللياقه لازم لما اجي اروح حاطط دي مع دي. اوعي ان انت اصلا يكون في فرق الهواء ما بينهم. شايفه الاثنين مخدمين على بعض ازاي. ايوه الزاويه اللي هنا هي نفس ايه الزاويه اللي هنا. تمام. يبقى انا زي ما قلت لك لو انا عايز اوضح لك مثلا نقطه معينه ماشي تعالي هنا هوت انا هحط الريفير اهو كده. تعالى من هنا كده مديلي الخط ده على استقامته عشان تعرفي عرض الريفير. تمام. انت اصلا هتخيط هنا فانت بتيجي يبقى ايه يبين لك عرض الريفير قد ايه. عرض الريفير لما باجي اتني بيتبان من جزء من الركنه ديت اللي هي هنا باينالك هنا بصي سوري معلش لما باجي هنا هوت اهي. تمام. لما باجي بقتني شايف الركنه اهي بتبقى تحت الايه الثانيه دي. فبالتالي لما اجي هاتني هنا هيبقى ايه الريفير معايا اهو عرضه عايز اعرض اروح ايه اروح يعني مثلا انا معايا اهو العرض بتاعه فين العرض بتاعه اعرض معايا اهي كده. فانا طالما عرضت يبقى ايه هنزل بالايه بالخط ده على استقامته عشان يعرض معايا ايه الثانيه دي اللي انا عايز ايه اعرضها هنا كده. يعني بدل ما هي كده هتبقى كده. فالعرض قلت لك دوت في ايديا لكن الطول بتاعي اللي متحكم فيه الزاويه دي الزاويه دي. تمام. فزي ما بقول لك كل ريفير ليه ايه اللياقه بتاعته. ماشي. ما تنفعش الياقه يعني مثلا لو في ياقه تاني قدامي اقول لك لا ما تنفعش تركب على ده. يعني ده ريفير تاني اهو شايفه. بصي بقى الفرق هنا ها الخط ده ايه ده زايد شويه وهنا لا ان تحت زايد. تمام. لا هل يا ترى ان الياء دي تنفع تركب مع ده لما اجي اخدمهم كده على بعض اقول لك لا ما تنفعش. في مسافه ما تنفعش لما اجي احط ديت مع بعضيها. لكن ده ليه الياء بتاعك ليه شايفه ده لا ما ينفعش ده. تمام. طب ديت انا سقطت لتحت يعني قللت يبقى طول الريفير ايه يزيد معايا طول الريفير. وبالتالي اهو طول الريفير هنا اهو زياده. تمام. فما تنفعش اللياقه دي تركب على ايه اسمها مصره اسمها ايه مصره اسمها ديت مصره ماشي عشان تبقي عارفاها. فاللياقه دي ما تنفعش تركب على دي لكن تركب على دي. فهمتيني كده كام دقيقه معاك 24 اقفل إيه